والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور من البر، والبر هو الذي لم يخالطه إثم، وإنما يكون الحج مبروراً إذا استكمل أوصافاً خمسة. الوصف الأول أن يكون الإنسان في حجه مخلصاً لله عز وجل، لا يريد بحجه رياءً ولا سمعة، وإنما يقصد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لأن الحج عبادة من أجل العبادات وأفضل الطاعات، وليس الحج رحلة برية أو نزهة خلوية، بل هو عبادة ربانية. ثانياً أن يكون في حجه متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم، فيحرص على الاقتداء والاهتداء واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وتحقيق هذين الوصفين الإخلاص والمتابعة من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. الوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور أن يقوم الإنسان في حجه بالواجبات العامة والخاصة. فالواجبات العامة التي تجب على الحاج وعلى غيره، من الحرص على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الواجبات. والواجبات الخاصة هي التي تتعلق بالنسك، من الوقوف بعرفة، والمبيت في المزدلفة، والمبيت في منى، ورمي الجمار، والطواف والسعي. فمن أخل بشيء من الواجبات العامة أو الخاصة فحجه ليس مبروراً. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يكون أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة. فالمحرمات العامة ما يحرم على المحرم وعلى غيره، من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، سواء كانت محرمات قولية أم فعلية. وأما المحرمات الخاصة فهي التي تتعلق بالنسك، والتي يسميها العلماء بمحظورات الإحرام، من حلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط والطيب وغير ذلك. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال. فمن حج بمال محرم فحجه ليس مبرورا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب ما كان موافقا لشريعة الله عز وجل. بل ذهب بعض العلماء إلى أن من حج بمال محرم فحجه لا يصح ولا يجزئ، فلا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من حج بمال محرم فحجه صحيح، ولكنه يأثم بهذا المحرم.